عليهم نار يوم فرحهم. والله هي اصلها ما سمعتش الكلام، هي افتكرت ان ده تهديد وهيقف عند التهديد. تخيل يسرق عمر شابين زي القمر وزي الفل وينهي حياتهم يوم فرحهم. مش قادر اصدق ان حد بيحب حد ممكن يكون مؤذي اساسا. الحب والاذى والشر ما بيجتمعوش مع بعض يا اعتزاز. انت رايح فين؟ انا لما بنفعل بروح هنا. ايوه انت هتخش على المطبخ كمان شويه. ما هي دي الازمه، ان الناس ساعتها قالت انه بيحبها وانه معذور مع انه معترف على نفسه. هو في مرضى كده؟ وفي انيل من كده والله. الناس بقت غريبه قوي، بقت بتدي مبرر لناس بتعمل حاجات في منتهى الغرابه وتسحب الحق من الناس اللي عايزه تعمل الحاجه الصح. عشان كده انا جملتها ما بتروحش من بالي ابدا، قالت لي الحقيقه بتتوه والحق بيقلب باطل، وده فعلا اللي حصل بعد الحادثه على طول. أعزائي المشاهدين، وزي ما عودناكم إحنا دلوقتي في البيت اللي حصلت فيه الجريمة المروعة، ومعانا جارتهم الدكتور اعتزاز اللي كانت من أول الناس اللي شافت كريم بعد البوليس ما قبض عليه. ها قولنا يا دكتورة إيه اللي حصل؟ هو أنت مين حضرتك أصلاً؟ وليد أبو الخير، صحفي من جريدة القمر، وده لايف بس مباشر وفي ملايين بتشوفنا يا دكتورة. وهل زي ما الناس بتقول إن كريم بريء لأنه كان بيحبها؟ بريء مين؟ بريء مين ونيلت مين؟ انت مين اللي سمح لك اصلا تصور معايا؟ انا صحفي ومن حقي. من حقك ايه ونيلت ايه؟ هو انا بقيت مشاع اي حد يصور معايا كده وخلاص؟ انت مش كفايه اللي انا فيه؟ يلا يا استاذ فضل فضل. ايه يا دكتوره؟ ده بدل ما تقولي لي اتفضل وتعزميني على شاي او غدا. هو انت جاي تدينا درس كيمياء ندي ايه؟ يلا يلا يلا، ده في لايف وفي ناس بتشوفنا. يلا يا استاذ مع السلامه. يا دكتوره لو سمحت. مع السلامه. لو سمحت يا دكتوره. وزي ما شفنا حضراتكم الدكتوره مصدومه من اللي حصل، ومن صدمتها صدمتني بالباب في وشي. بس أنا عايز أقول لكم إحساسي من خلال حنكتي الصحفية. واضح إن الدكتورة متعاطفة مع كريم زي ما في ناس كتير بتعتبره ضحية لأنه كان شاب متفوق جدا جدا في دراسته. واضح إن الدكتورة عندها نفس الإحساس ده. وزي ما عودتكم الأخبار الحصرية والفيديوهات الشقية عندنا إحنا وبس. كان معكم وليد أبو الخير، وتصبحوا على خير. أنت لسه هنا؟ شيك. ومن ساعتها وأنا بسمع صوت نقل العفش كل يوم صبح وليل، وساعات الفرح يتكرر وأشوفهم قدامي بلبس العريس والعروسة. هي حكاية مؤثرة جدا جدا جدا، بس دي مجرد أوهام في دماغك، أصل مفيش حاجة اسمها كده. لا 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 لا، هما مش مستريحين. لا لا لا، أصل الولد لسه ما تعدمش، يعني حقهم لسه ما رجعش. والغريب إن في ناس بتلاقي له مبرر يا أخي، في ناس بتلاقي مبرر الواحد يقتل بنت زي القمر كده، هي وجوزها الراجل الطيب الشاب، ويجيبوا الذنب عليها هي. كأن الحقيقة اتقلبت، كأن اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. عشان كده هم مش مستريحين، وهم مش هيستريحوا إلا لما القصاص يتاخد من الراجل اللي قتلهم ده.